أن ولم يستثني فيه وقتا فدل على مشروعية ذلك. عندهم دليل ثاني، الحديث الثاني. نعم. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة. جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة. فقال: أصليت يا فلان؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر والسيد هذا يدخل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. قال: قم فاركع ركعتين. وهذا الرجل هو سليك الغطفاني. هذا دليلهم الثاني، دليل ثاني على أنه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الصحابي بصلاة وقت الخطبة، وهو سليك الغطفاني. لكن هذا الحديث هم فهموه هكذا، فهموا على أنه أمره بالصلاة، لكن يقول بعض من فسر هذا الحديث يقولون على أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها له ثلاث جمعات، ثلاث مرات كل جمعة يقول له: قم فصلي ركعتين، ثم يقول بعدها: تصدقوا. ثم يقول بعدها بعد يقول له: قم فصلي ركعتين، يقول الصحابة: تصدقوا، تصدقوا عن هذا الرجل اللي هو سليك، ليبين فقر هذا الصحابي، لأنه كان فقيرا، لأنه كان ماذا؟ فقيرا. هذا البعض منهم تمسك بالنص، قال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم دام قال: قم فصلي ركعتين، يعني ينتهي الكميان. في رواية مسلم قال بعدها: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، زادها مسلم هذه، لكن في صحيح البخاري لا، هذه الزيادة لم تكن موجودة، وأعطيتها لكم أنا، ما كانتش موجودة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي، ثم قال للصحابة: تصدقوا، تصدقوا. فبعض اللي فهم هذا الحديث كونه هذا كان فقير، فأمر الصحابة بالتصدق عليه، وبعضهم تمسك بالنص. قال: أنا مش نخرج من هذا الخلاف، أنا أقول الإنسان ماذا بيجي مبكر، مش يخرج من الخلاف الكل، هذوما الأدلة نتاعهم قوية، مش ما نجيبش الرجل قول. ولذلك حتى الإمام أحمد نفسه راه يقول أن الآية التي نزلت في سورة الأعراف في قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، الإمام أحمد يرى أن هذا القرآن هو الذي يذكر في خطبة يوم الجمعة. هذا يقول الإمام أحمد على أن القرآن هنا هو الخطبة
والقرآن الذي يتلى من الإمام في خطبة الجمعة. هذا الإمام أحمد يقول بهذا القول. والإنسان لو نجيو نشوف نلقاو أن عبارة هي الجمعة كأنها شطرين، الشطر الأول هو الاستماع والإنصات إلى الإمام بمثابة ركعتين، يجيش واحد في الركعتين يبدأ يتكلم ولا يفعل أفاعيل معناتها تخرجه عن الصلاة، تكون صلاته ما حكمها؟ كثرة مثال الحركة باللحى والعبث بالثياب أو الهاتف أو هذا كلها إذا معناتها كثرت فإن الصلاة تكون باطلة. كذلك الخطبة، توهم يتكلم يود يتكلم في وسط الخطبة، الإمام يخطب ويتكلم، يود يتكلم يقول الإمام ما فهمتي خاطره مسه في القلب يبدأ يتكلم، معناتها هذي ما عندوش جمعة يتكلم، عبارة كما الصلاة يجي في الصلاة ويبدأ يتكلم. تو واحد يتكلم في الصلاة شو حكمها؟ باطلة إذا كان كلام دنيوي، أما إذا كان كلام يتعلق بالذكر أو بالإرجاع على الإمام بشرط أن يحرر النية، اللي يحب يفتح على الإمام يلزم هنا يحرر النية بتاعه، تولي النية بتاعه بنية الذكر مش بنية كونه بشفت على الإمام. إذا كان كونه بشفت على الإمام فصلاته باطلة عند الشافعية، صلاته ماذا؟ باطلة، يلزم تحرير النية. وقت اللي أنت تحب تفتح على الإمام وتشوفه أنه هو مثال تخل من سورة لسورة، إن الله والله الإمام تخل من سورة لسورة خليه يقرأ، تخليه يقرأ، ما هو كله قرآن منه. قال لا كلام ربي دلدك فيه الإمام، يا ما خير ولا صلاتك باطلة. لا بد من تحرير النية. ايش معنى تحرير النية؟ يلزم النية تكون متاعه بنية الذكر، بنية ماذا؟ الذكر، يعني يفتح على الإمام بنية الذكر، لا بنية كونه باش يفتح على الإمام باش يبين للناس اللي هو يحفظ، هذا صلاته باطلة عند الشافعية. يعني يلزوني أنا ساعات يبدا يصلي قدامي يقول ما نحبش نقرأ، مش ما نعرفش الآية، أنا نعرفها الآية. أما علاش أدخل روحي في المتاهات هذه؟ يسكت، ما دام يقرأ في نفس القرآن. ما بداش يقرأ لنا من التوراة والإنجيل، ما دام القرآن هو يخليه يقرأ، خليه يقرأ. والإمام الفقيه اللي يكون فقيه وعنده زاد من الفقه قرأ ما تصح به الصلاة من آية تكون تامة في المعنى، تكون ماذا؟ تامة في المعنى، وعرفت روح دخل في سورة أخرى وكذا يركع. علاش يلزم يكمل السورة ولا يكمل الثمن؟ هذا جاهل يا أخي. أنت عرفت روحك باش تدخل في سورة أخرى وباش تدخل الناس وراك في متاهات، أركع. ماك جبت آية ما تصح بها الصلاة يكفي، الآية ذيك هي السنة. ماك قريت الفرض صحيح، الفاتحة صحيحة ولا، وقريت آية ما ثم آيات مثال من القرآن ما تتمش بها المعنى، كما ثم نظر هذه آية لكن هل تتم بها المعنى؟ لا، لازم تكملها آية أخرى مدهامتين. آية تكفي في الصلاة؟ لا تكفي في الصلاة، لابد من آية تكون كاملة في المعنى. واضح سيدي؟ مركز انت؟ ما لا هذوما اللي يتمسكوا بالنص قالوا كالآن الرابش ما ندخلوش في نزل، قال لك لا دليلنا أقوى، ذوك قال لك دليلهم أقوى. يا أخي لا دليل ولا كذا، أنت ماذا بيك تكون تبكر قبل الإمام؟ أنت هو عندك شفت الحديث شنو الثواب اللي فيه؟ إجا بك قال أنا جيت آخر الوقت، فهمني؟ إذا كان باش يصلي هنا يحترم أهل البلاد، إذا كانت البلاد، ولذلك أنا رأيت علماء كبار مش ناس جهيرة، ناس وقت جاونا حتى بالسعودية نعرفهم، جاونا لتونس وخطب بينا الجمعة أنا، صلى بما في المالكية، والله يستر فيه المالكية عندهم بسملة ولا ما عندهم بسملة، صلى بينا هنا الجمعة، دكتور هذا قاري في الجامعة الإسلامية في المدينة، وعمل خطبة هنا، لأنه يفهم الناس هذوما، يفهم، قال لك أنا مادامني في تونس شنو هو المذهب السائد عندهم؟ المالكية. مش تعصب هذا، تمشي للسعودية خليك على مدى الحنابلة، مش تعصب، مش نخرج من الخلافات هذه، لا دليلي أقوى وهو كل دليلك أقوى، وتتقاطع الناس وما عادش تسلم على بعضها وتهجر بعضها، من أجل ماذا؟ من أجل خلاف فقهي. أنت كان صليت ارتكبت محرم؟ ما ارتكبت محرم، واللي ما صليش ارتكب محرم؟ ما ارتكب محرم، لأنه استدل على هذا الفريق الذي يقول بعدم التنافل في الصلاة، هذا الذي يتبين لي. اللي جاء بكر تحلت مشكلته يصلي على روحه تحية المسجد، اللي جاء متأخر نحترم البلاد اللي نحن فيها، ما دام المذهب السائد عندنا المالكية يرون بحرمتها يرون ببطلانها، لا تصح عندهم بعض المالكين يقولون بحرمتها، فنحترم البلاد اللي نحن فيها.
هذا الذي أراه، الله أعلم. قبل ما يجي الإمام، لا بشرط كان هو كبر والإمام طلع يقطع الصلاة. إذا استدل بماذا؟ بهذا الفريق الذي يقول بعدم مشروعية النوافل وتحية المسجد أثناء الخطبة، هو كبر الإمام خرج من المقصورة يقطع الصلاة ما يصلي. أما إذا أدى منها ركعة أنا الرأي يتمم الصلاة لكنها تكون خفيفة، مش يقعد غادي يقرأ الله أعلم مش غادي يقرأ يا ولدي طول، كتقول له إيش أقرأ ثم ما يعرفش يا ولدي طول يقف غادي يقعد بالدرجين هو يقرأ والله ما يعرفش يقرأ، كتقول بربي سمعني تقرأ فيه ويوحى الغادي يا ولدي الوقت طول، ما هو الإمام طلع عن المنبر تخففها أقرأ الفاتحة والناس أقرأ الفاتحة والإخلاص، الواحد طول هكيك ويقعد ساعة وقريب الإمام يكمل الخطبة وما زال يتنفل السيد، هذا الراء أنا كل فور راء فيه معناتها حقيقة. أي نعم سيدي حكم كما يحكم اللي يصلي تحية المسجد ويخرج والصلاة تقام، كان كيف هو دخل مش يصلي تحية المسجد والصلاة الفرض وقيمة الفرض يقطع الصلاة يدخل مع الجماعة، أما إذا كان أدى منها ركعة معناتها يكملها لكن تكون خفيفة، تكون ماذا؟ خفيفة لا يطيل في الصورة. في الصفوف الأولى نجم يوقف، في الصفوف الأولى مش عاطي المصلين نجم يوقف. يا ولدي تو مش يتنفى في الصفوف الأولى، يكمل يجيب الباب بتاع الإمام ويضرب تحية المسجد غلط، هذه والله العظيم ظاهر، ما تحلل تحية المسجد كان في الباب منين مش يخرج الإمام، هذه صارت برات يا ولدي برات الجامعة الجامعة كبيرة تمشي تتابع وتنفل، لا يجي قدام بيت الإمام ويبدأ يتنفل غادي، وكثير من المساجد يكتب لك قدام بيت الإمام عدم التنفل، اضطروهم بشكل وكيكا يكتبوا لك عدم التنفل أمام بيت الإمام أو مقصورة الإمام، فهمني؟ فهذا فهمني والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.